البداية إذن من تونس، ففي وقت تتعمق فيه الأزمة السياسية والاجتماعية بسبب الانقلاب الذي أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلنت السلطات في تونس عن وصول قوات من الجيش لتأمين الوضع في مدينة عقارب في محافظة صفاقس بعد مقتل شخصين في الاحتجاجات وإحراق مقر الأمن في المدينة. من جهته أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في مدينة عقارب الأربعاء احتجاجا على العنف الذي مارسه الأمن لقمع احتجاجات المواطنين ضد تلويث مدينتهم بمكب نفايات. وفي السياق السياسي، كشف رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مطول مع كبرى الصحف التونسية صحيفة الصباح اليوم أنه سيعيد أو أن سعيد غالطه يوم 25 من يوليو، كما ذكر أنه تواصل بعد أيام من الانقلاب مع المشيشي الذي أخبره أنه تعرض للإهانة والمس من كرامته. ولمناقشة المشهد التونسي أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد الطيب الغليوفي الكاتب والإعلامي التونسي. أهلا بك سيد. مرحبا. طيب معنا. مرحبا. بداية، ما الذي يحدث في صفاقس؟ الحقيقة كان إعادة اشتغال مكب للنفايات في مدينة عقارب الذي عارضه السكان، والمعارضة كان يظن أنها ستكون يعني بسيطة أو لمجرد بعض الأفراد، ولكنها كانت شعبية وكبيرة، تقريبا نزل أغلب الأهالي. الشرطة لم تستطع أن تقضي على أو أن تحد من المظاهرات والاحتجاجات برغم الاستعمال المفرط للقنابل المسيلة للدموع، والأمر استدعى تدخل الجيش وحتى هناك بعض الوفيات. مدينة عقارب حقيقة تحولت إلى عقارب ضد الانقلاب حقيقة، وشفت هذه الهبة الشعبية في عقارب هو انعكاس في تونس لانتفاضة النخبة التونسية ضد الانقلاب. هذه النخبة حبر الجمعيات والأحزاب والنقابات والمنظمات كلها الآن أصبحت على صوت واحد تقول هذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وهو لم يزد إلا تأزيم الأوضاع في تونس. وتونس التي جربت الديمقراطية والحرية والتحاور بين النخب، هذا كله يريد الانقلاب أن يصدره جميعا، لا يريد الانتفاضات أو الاحتجاجات الشعبية، لا يريد لحوارات النخبة، لا يريد الاستماع إلى النصائح التي أسيت له. واضح أنه الآن كان سابقا يستعمل جزء من الشعب، الآن أصبح الشعب ضده وسبقت النخبة. ودائما في تونس كل التغيرات التي حصلت كانت دائما تأتي عبر توحد واتحاد وتوافق النخبة على مطالب يحملها الشارع دائما. نعم، أشرك معي الدكتور زهير إسماعيل عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب من تونس. يعني دكتور زهير، كيف تنظر للمشهد الأبرز الآن في تونس، هذه التطورات في صفاقس؟ نعم، وقع هنالك، يمكن أن نتحدث عن على مستويين، على الصعيد السياسي وقد أشرت قبل قليل إلى مواطنون ضد الانقلاب ندوتهم يوم أمس والمبادرة الديمقراطية، وكذلك على الصعيد الاجتماعي هناك توترات كبيرة في الجنوب التونسي في ضواحي العاصمة، عاصمة الجنوب صفاقس وتحديدا بمدينة عقارب، في مسألة بيئية تتعلق بمصب النفايات إلى آخره. بالنسبة إلى الصعيد الأول، الصعيد السياسي، نحن أمام مرحلة جديدة حقيقة.
لعلكم تعلمون أن مواطنون ضد الانقلاب طرحت في البداية عنوان واسع هو إسقاط الانقلاب، ولعلنا نحن الآن أمام عنوانين يلخصان مرحلتين مهمتين في علاقة تونس بالإجراءات الاستثنائية بهذا القوس. العنوان الأول مواطنون ضد الانقلاب، وقد انتهت مع 10 أكتوبر في تقديري، وأمكن من خلالها كشف حقيقة أن الذي حدث هو انقلاب، ومن خلال أمرين مهمين. الأمر الأول هو دحض يعني أسطورة التصويت الشعبي والسردية الشعبوية، وأما شعب تونسي شعب متعدد، وأن ما يتصرف من خلاله الرئيس قيس سعيد هو مفهوم متخيل للشعب لا يتطابق مع الشعب، مع التشديد دائما أن الشارع الديمقراطي الذي يواجه الانقلاب هو الشارع الذي انتخب قيس سعيد، هو خزان قيس سعيد الانتخابي. المرحلة الثانية يمكن أن نقول أنها انطلقت يوم أمس وعنوانها المبادرة الديمقراطية، وبالإمكان أن نتحدث عن اتجاه الآن إلى فرض شروط استئناف المسار الديمقراطي من خلال ما طرحته المبادرة الديمقراطية من مبادرة سياسية. لعلكم شاهدتم عناوينها. طيب برأيك دكتور يعني زهير، عطفا عما تحدثت عليه، هل سيستجيب الرئيس مع مثل هذه التحركات أو المبادرات؟ استمعت طبعا لكلام الرئيس الذي قال بأنه لم يتخذ أي قرار بمنع المؤتمر الصحفي لحراك مواطنون ضد الانقلاب، وعلق على حراك مواطنون ضد الانقلاب بأنه أصلا لا وزن له في المجتمع التونسي. نعم استمعت إلى تقييمه. في الواقع ليس هكذا تدار الأمور، وإن كان مواطنون ضد الانقلاب لا يتوجهون، واضح من خطابهم، إلى الرئيس قيس سعيد إلا بالاستقالة أو التراجع عن تلك الإجراءات. بمعنى مواطنون ضد الانقلاب تطرح صعيدا واحدا للحوار هو مرجعية الدستور والديمقراطية، إن قبل بذلك فيبدو أنه لا مشكل. مواطنون ضد الانقلاب وبالمبادرة الديمقراطية يوم أمس، والتي طرحت تعرفون في الظروف المعلومة، قد منعت من قاعة تدار فيها هذه الندوة، وكانت الندوة على قارعة الطريق، فكأننا رجعنا إلى المربع الأول من الدفاع عن الحريات. فهم يعني بذلك يتوجهون إلى أوسع الفئات الديمقراطية والقوى السياسية. نعم. ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل بالاسم، وهنالك يعني يمكن أن نذكر الآن وإن لم تذكرها المبادرة، هم يتوجهون إلى اليسار الوطني، يتوجهون إلى نجيب الشاب، يتوجهون إلى المنظمات الشبابية من خلال عناصر واضحة. العنصر الأول فيها هو يعني عودة البرلمان، ومواطنون ضد الانقلاب تميز بين. نعم وصلت الفكرة دكتور زهير، شكرا جزيلا لك دكتور. نعم. زهير إسماعيل عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في تونس. أشرك معي السيد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري من تونس، أهلا بك سيد عصام. يعني في ظل الأحداث التي تشهدها تونس على المستوى السياسي والميداني، الوضع الأبرز في عقارب في صفاقس، تصريحات الرئيس التونسي على هذه الأحداث، قال بأن هناك أطراف لم يسميها قامت بافتعال أزمات اجتماعية من وراء مشكلة النفايات وتهدف لضرب المجتمع التونسي، كيف تعلق على تصريحاته؟ والله خطاب رئيس الجمهورية هو تكرار بكل الكلمات والخطط السابقة. رئيس الجمهورية يعتبر أن الجميع يتآمر على سلطته، كل الأحداث التي تقع في تونس هي نتيجة لمؤامرات الغرف المظلمة، هو يواصل خطاب التقسيمي للتونسيين، وأعتقد أن هذا الكلام في تهرب من تحمل المسؤولية، لأن ما يحدث في ولاية صفاقس وفي مدينة عقارب تحديداً هو أحد أبرز عناوين فشل سلطة الرئيس قيس سعيد في هذه المرحلة. في صفاقس منذ حوالي 40 يوما النفايات وقعت على الأرصفة وأمام المنازل، وأصبحت خطرا يتهدد الحياة اليومية للمواطنين. أصوات المواطنين والقوى المدنية في صفاقس لم تجد لها صدى لدى السلطة المركزية المتمركزة. اليوم يبدأ الرئيس قيس سعيد يحتكر وكل السلطات بين يديه.
وزيرة البيئة التي ذهبت إلى ولاية الساقس منذ أسبوعين قالت بأنها لا تمتلك حل تحتية. القضايا الحقيقية للتونسيين لا تحل بالخطابات والشعارات وبتوجيه التهم للخصوم السياسية، تستدعي إرادة سياسية وتستدعي رؤية وقدرات على قيادة الدولة. اليوم نحن أمام إخفاق في مواجهة استحقاقات ومطالب فئات واسعة من الشعب التونسي في عاصمة الجنوب. الحل الوحيد الذي كان بمقدور الرئيس قيس سعيد القيام به هو أنه أعطى الأمر ووجه وزير الداخلية للتنقل ولإعطاء أوامر القوات الأمنية لفرض حل أمني لمشكلة وأزمة بيئية. كانت نتيجته التعاطي الأمني بكميات مهولة من قذائف المسيلة للدموع والتعامل بقمع مع تظاهرات المدنيين الذين رفضوا إعادة فتح من قبل النفايات حتى المحكمة القضاء التونسي الأمر بإغلاقه، يعني حتى قرار رئيس الجمهورية وأوامر وزير الداخلية هي فيها تعد صارخ على قرارات القضاء. نتيجة البارحة أن هناك إصابات عديدة في صفوف المواطنين وراح ضحيتها شديد من أهالي. طيب ابقى معنا سيد عصام. نعم ابقى معنا يعني سيد طيب الغليوفي، كيف تنظر لتصريحات الرئيس التونسي في ظل هذه الأحداث في صفاقس بأن هناك جهات تفتعل هذه الأزمة أو تتخذ من هذه الأزمة وسيلة لإحداث قلق الاجتماعية؟ هو الحقيقة شوفي، خطابات سيد رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول الذي سكن فيه قصر قرطاج كان دائما يردد أو يتحدث عن مؤامرة تستهدف تونس وتستهدفه، ولكنه لم يقل أبدا من هؤلاء الذين يتآمرون عليه أو على تونس. وفي كل مرة يعيد نفس الكلام، والتونسيون طبعا ينتظرون من السيد الرئيس أن يمسك وأن يأمر بمحاكمة هؤلاء الذين يتآمرون. ونفس الكلام قاله الآن والجماهير تخرج في عجارب منتفضة، والشرطة لم تستطع مقاومة هذه الانتفاضة في مدينة عجارب، مما اضطر الرئيس إلى إرسال الجيش. طيب مرة أخرى، هذا حدث كبير في هذه المدينة، الأعداد كبيرة، نحتاج التوانسة يعرفوا شكون هؤلاء المتآمرين الذين عندهم أجندة أخرى. ولذلك يعني حتى لما كان يقول سابقا في تعطيل الحكومة أنه بعض الوزراء فاسدين، انتظر التوانسة لما مسك السلطات كلها بيده أنه يحاكم هؤلاء الوزراء، لكنه لم يفعل أيضا. ولذلك الحديث دائما أن هناك مؤامرة وهناك جهات يعني متخبية وراء الجماهير، كان لابد لرئيس الجمهورية أن يقول ذلك، ولا يجب ولا يمكن أن يستمر رئيس الجمهورية في الحكم دائما بالاتهام الآخرين وتبرئة محيطه أو أفعاله. لا يجب أنه الأمر ينتهي من بهذه الإجراءات الاستثنائية وتعود المؤسسات الدستورية ويعود المجتمع من خلال تصريحاته. هل هو مستعد لذلك؟ يعني حتى في الأزمات الحالية هل هو مستعد لذلك؟ هو الآن يعرف أن الطريقة التي يحكم بها الآن أصبحت تسير إلى الحائط، لا يمكن أن تستمر تونس التي عرفت التجربة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية لسنين عددة، لا يمكن أن تحكم بهذه الطريقة، ولا يمكن أيضا لرئيس الجمهورية عوض أن يكون الضامن لاشتغال المؤسسات يصبح دائما هدفه الأول وكلامه الأوحد أنه ثمة أطراف تستهدفه أو تستهدف التونسي. سيد عصام، يعني الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن عن إضراب عام الأربعاء في عجارب، هل برأيك يمكن أن تتطور الأوضاع الميدانية في تلك المنطقة؟ يعني الاتحاد اتخذ القرار الطبيعي باعتباره مقتحم للمواطنين ويحمل هموم هذه المنطقة، وقرر الإضراب العام يوم الغد. وسبق للاتحاد في بيان أصدره اليوم بأن فند رواية وزارة الداخلية حول سقوط الضحية، لأن وزارة الداخلية اعتبرت أن الضحية سقط في منزله نتيجة أزمة قلبية، بينما الاتحاد فند رسميا هذه الرواية وقال أنه كان نتيجة إصابة مباشرة بقذيفة مثيرة للدموع. الاتحاد اعتقد بأن الإضراب غدا سيكون ناجح، واليوم مدينة عجارب عرفت إضرابا عاما في القطاع العام والخاص، وغدا أيضا سيكون يوم
للتعبير عن الغضب ورفض هذه السياسات وهذا النهج الذي يعتمد على القبضة الحديدية وعلى الانفراد بالرأي والانفراد بالتفكير والانفراد بالقرار. تونس اليوم هذه عينة حية على الانسداد للفوق أمام نهج الحكم الفردي. هيكل الدولة مصابة بالشلل، نفتقد إلى حكومة كفء وقادرة ولها برنامج على مواجهة التحديات على الأرض. اليوم مع جارد هي صورة مسهرة لكل ما يعتمد في المناطق الداخلية التونسية وفي العاصمة وفي غيرها من المحافظات. اليوم قبل الغد علينا أن نضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل وضع حد للإجراءات الاستثنائية والعودة للشرعية الدستورية واحترام القانون وعلوية الدستور وإعادة الحياة لمؤسسات الدولة وللحياة التشرفية بحثا عن حلول واقعية لإخراج البلاد من هذه الأزمة. أكثر من 100 يوم مرت على التدابير الاستثنائية وعلى تجميع السلطات ذات قيس سعيد لم نلمس فيها تقدما في أي مجال من المجالات. تونس تعاني من عزلة خارجية، تونس تعاني من أزمة داخلية، نعم. أزمة اقتصادية، حكومة إلى الآن لا تمتلك رؤية لإعداد ميزانية الدولة للعام القادم ولا إلى سد الثغرات في ميزانية العام الحالي، حكومة لا نكاد نرى لها أثرا في الواقع، لا يمكن للوضع أن يستمر. القضية ليست مرهونة بإرادة الرئيس، هي مرهونة بإرادة الحراك بفرض الحوار الوطني التشاركي من أجل الوضع في هذه الأزمة. طيب سيد اليوفي، يعني هل هناك فعلا قلق وتخوفات من أن تنزلق البلاد لوضع اقتصادي واجتماعي صعب جراء وصول الأفق السياسي لطريق مسدود بشكل كبير؟ شوفي، الكلام اللي قاله الأستاذ عصام مهم جدا، أنه عقارب مثال حي على مساوئ الحكم الفردي. والسلطة في تونس عندما تعود فردية لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتنصل من المسؤولية، لأنه هو الذي يمسك بكل السلطات مهما كانت، من البلدية إلى المحلية إلى ما تعلق بالحكومة، بالاقتصاد، بكل شيء، بالإعلام وهو الذي مسك كل شيء، بالقضاء، كل شيء بيد شخص واحد. هذه طبعا طريقة انتهى زمنها كنا نظنها في تونس، ولكنها عادت بالإجراءات الاستثنائية للرئيس، والآن هذه الإجراءات الاستثنائية أنتجت لنا عقارب، والأوضاع ما زال الحبل على الجرار كما يقال. طيب الآن تونس في هذه الأزمة، لا يمكن تونس أن تعيش أزمة. كانت تعيش أزمة اقتصادية، ولكن ثمة حد أدنى من الاستقرار السياسي والإجماع الوطني حول المسار الديمقراطي. الآن تونس تعيش أزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية وأزمة سياسية، نعم. والأزمات أصبحت مركبة، والبداية الخطوة الأولى تقوم بها الأحزاب ومعنا الأستاذ عصام وبها تنسيقية مقاومة الانقلاب وكل والاتحاد العام التونسي للشغل وكل الأحزاب. الآن الكلام الواحد يجب الانتهاء من الرجلات الاستثنائية وعودة المؤسسات الدستورية وبناء والقيام، نعم. بحوار وطني لمعالجة كل هذه الأزمات، لأنه لا يمكن هذه الأزمات المعقدة الطويلة لا يمكن أن يقع فيها البت بقرار فردي. يجب أن، نعم. تتضافر كل القوى الوطنية، كل المنظمات الأهلية تتضافر من أجل الخروج بخريطة الطريق لبداية معالجة الأزمات هذه المستحدثة. شكرا جزيلا لك سيد طيب غليوفي الكاتب والإعلامي التونسي. أشكر ضيفي أيضا السيد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري من تونس على هذه المشاركة.